ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا الكرام. أكيد نحن حكينا عن موضوع التجميل والجلدية والاهتمام النساء بشكل عام، ولكن هالمرة رح نختلف أيضا أنه الشباب أيضا صاروا يركزوا على هذا الموضوع، صار عندهم اهتمام دارج بطرف التجميل وأيضا الجلدية واهتمامها بشكل عام. ولكن قبل ما نحكي بتفاصيل الموضوع، أكيد نحن استضفنا ضيف في نسمات زاغروس وخاصة في أربيل العاصمة، اللي هو دكتور سنجر جلال عثمان، أخصائي الأمراض الجلدية والتجميل. أكيد دكتور نحب نتشرف فيك، أهلا وسهلا فيك وشرفنا في نسمات زاغروس. صباح الخير. تسلمين، شكرا شكرا على الاستضافة. يسعد صباحك دكتور سنجر. إن شاء الله يكون الموضوع شيق والناس يستفادون منه إن شاء الله. إن شاء الله. أكيد دكتور، خلينا نحكي نبدأ مع حضرتك، أول شيء نحكي عن أبرز التصبغات الجلدية وشو أسبابها وطرق الوقاية منها. تمام، أول مرة بس أريد أنطي نبذة مختصرة عن الجلد. يعني الجلد هو أكبر عضو بجسم الإنسان، والجلد نعتبره كمرآة للجسم، يعني أي تغير يصير بداخل الجسم يعني كثير من المرات يبين بالجلد. وهواية مرات إحنا مثلا نعتمد على الجلد، على فحص الجلد، ونقدر بواسطة فحص الجلد نلقي الشغلات الداخلية أو بعض الأمراض الداخلية المزمنة مثلا الموجودة بداخل الجسم. والجلد نعتبره خلينا نقول وسيلة الدفاع الأولى، يعني ضد المؤثرات الخارجية خلينا نقول. فبقدر ما يكون الجلد متماسك، جلد قوي، يكون حماية الجسم أعلى، ودخول البكتيريا والفيروسات والفطريات وأي شيء الخارجي داخل الجسم يكون أقل. نعم. فيعتبر نظام الدفاع الأول، وخلينا نقول يدافع عن الجسم همنا أو يحمي الجسم ضد الموجات الفوق البنفسجية الموجودة بالشمس. فأحد أسباب الكلف الجلدية اللي تقولين عليه هو أكيد التعرض للشمس، خاصة الشمس بمنطقتنا بالعراق عموما الشمس قوي. نعم. فيأثر على البشرة تأثير سلبي كلش. طب كيف ممكن نستفاد من أشعة الشمس وما نضر جلدنا؟ طبعا الاستفادة من أشعة الشمس، نقدر نتعرض للشمس خلال الأوقات اللي ما يكون الشمس كلش قوي. نعم. مثلا يعني خلينا نقول الفترة بين 10 الصبح إلى 2 الظهر، هذه الفترة راح يكون أشعة الشمس كلش قوية. طيب. فنتفادى قدر الإمكان. الفترة اللي قبلها والفترة القريب من المغرب، يعني ساعة قبل غروب الشمس، يعني راح نقدر نستفاد من الشمس. وخلال هذا الوقت هل أنت مع استخدام الواقيات الشمسية؟ نعم، أنا مع خلينا نقول الحماية من الشمس بشكل عام، مو بس واقيات الشمس. الأفضل أنه إذا ما يكون فد شيء ضروري، الأفضل أنه ما نتعرض للشمس، هذه النقطة الضرورية. وبعدين نلبس ملابس يكون مناسبة، يعني مو شرط خلينا نقول يكون القميص طويل، يعني ما حتى الشمس ما تكون ألوان محددة أيضا. بالضبط، بعض المرات حتى نقدر نخلي القبعة مثلا على الرأس. طيب دكتور، وزائدا واقيات الشمس هذه ضروري ربع ساعة قبل ما نتعرض للشمس، كل ساعتين ونص ثلاث ساعات تنعاد الواقي. يعني طيب دكتور، أنا عندي سؤال خاصة للواقي الشمس. أنت بتعرف أنه الواقي الشمس بينصحوا فيه الدكاترة كمان كل ساعتين لازم يتجدد الواقي الشمس. صحيح. على البشرة. صحيح. شو يلي بيخلي انه الواحد، او السبب يلي بيخلي الواحد كل ساعتين يجدد الواقي الشمس على البشرة؟ نعم. راح يصير امتصاص الواقي الشمس، راح يصير صرف الواقي الشمس خلال هالفترة، فالفعالية مالته يظل صراحة بس مو بنفس الفعالية اللي نخليه مجددا، يعني عرفت شلون؟ فهذه ضروري، يعني إذا نقدر، إذا بيها مجال إنه نجدد واقي الشمس ضروري. وحتى إذا ما جددنا، إذا ما كان أكو مجال، هم واقي الشمس راح يشتغل عليه وراح يعني خلينا نقول يحافظ بشكل كلي. ما شاء الله، يعني الشمس القبل والشمس الهلا كتير مختلفة. يعني الشمس القديم كان على خاصة الصيف، يعني ما حد ما كان يحس فيه، ولكن هلا الشمس صارت قوية جدا وحتى عم بيطالع الحساسية للبشرة. فخلينا نحكي اليوم عن حساسية البشرة، فرق بين الجلد اللي بيعاني من الحساسية وخاصة الشباب الجيل الجديد. إحنا عم نشوف إنه الجيل الجديد صارت عم تتهيج بشرتهم بالحساسية كتير. فشو يلي بيخلي الواحد يهتم بهذا الموضوع لحتى ما تتهيج الحساسية بالبشرة؟ صحيح، يعني هو نجي على موضوع العناية بالبشرة، يعني هذه سؤال عام، فنقدر نحكي على العناية بالبشرة بشكل عام. والعناية بالبشرة تعتمد على نوع الجلد، يعني صراحة أنا إذا أعتني ببشرتي نوعية وأنت إذا تعتنين بي نوعية، يعتمد على نوع الجلد، يعتمد على القابلية للتصبغات مثلا، يعتمد على القابلية لأنه يظهر حب الشباب. فالجلد الدهني يفرق والجلد الجاف يفرق. مثلا إذا عندنا جلد دهني لازم احنا نستعمل مواد يعني يقلل الدهنية مال الجلد، ف
فلما نقلل الدهنية حتى حب الشباب راح يقل، فنستعمل غسولات خاصة وخلينا نقول كلينسرات خاصة وصابون خاص مثلا، وحتى الكريمات يفرق. مثلا الكريم اللي بيه ريتينول مثلا، اللي بيه نياسينامايد نستفاد منه، اللي بيها الريتين اي بعض المرات ككريم طبي نستفاد منه. بالمقابل عندنا البشره الجافه، البشره الجافه طبعا لازم نعتمد اكثر على المرطبات، يعني المرطبات لازم، يعني اكو بشرات مثل ما قلتي كلش حساسه وكلش جافه، فلازم يعني بشكل متكرر نستعمل الكريمات المرطبه زائدا الغسولات خاصه. وبالحالتين طبعا اذا طلعنا برا بالنسبة لهالجو لازم ماقي الشمس. نعم. طيب دكتور، وبالنسبة للغذاء قديش الغذاء له علاقة كمان بنضارة البشرة؟ تمام، هو طبعا الغذاء الصحي اللايف ستايل طريقة العيش يعني يأثر على الجسم ككل، وبما أنه مثل ما قلنا الجلد هو أكبر عضو بالجسم أكيد راح يكون له تأثير مباشر على الجلد. طيب وشرب المياه؟ شلون؟ شرب المياه قد ايه بيساعد مثلا البشرة الجافة؟ أكيد طبعا شرب المياه هم نجي على نفس النقطة، مفيد للجسم للكلية مثلا للجسم ككل، وزائدا يفيدنا البشر للترطيب ضروري، خاصة لجلدهم جاف ويابس لازم يشربون مي أكثر، وخاصة فصل الصيف لأن احنا بدنا ندخل للصيف فلازم شرب كميات أكثر من الماء، لأن الإنسان يتعرق أكثر فلازم يعوض التعرق هذه شرب المي. نعم. طيب دكتور، انت بتعرف انه البشره ما شاء الله بيحطوا عليها ألف شغله وشغله لحتى مثلا توصل لهالمرحله، وبالكمان يعني بالاخص انه تتعرض لاذيه مثلا مثل الحبوب وايضا مثل التعب وتشققات البشره كمان لها تاثير خاص، بالرغم انه هن عم يستخدموا سكين كير خاص للبشره مثل ما انت ذكرت، ولكن شو الاسباب اللي بيخلي البشره تتهيج رغم العنايه فيها؟ هل برايك هذا الشيء داخليا الواحد لازم يتعالج، ولا هو المواد اللي هن بيستخدموها بطريقه غلط؟ صحيح، صراحه الداخليه لها دور، يعني اكو مثلا عوائل عموما بشرتهم نوعيتها زينه، بس هذه يعني نسبه قليله نعتمد على الاشياء الداخليه، اكثر شيء الجو الخارجي، الجو المحيط وطريقه العيش اللايف ستايل، وزائدا الاكل اللي ناكله هذه يأثر يعني بدرجة أولى. زين، بقد ما يكون الإنسان تعبان هواية بالشغل مثلا، يسهر هواية ما ينام زين، فسهر أكيد تسهر هواية لأنه اسم سهر بس عاكس على بشرتي دكتور طبعا يأثر على هذا، يأثر على الجلد السهر الهواية، كل الشهواية نقعد على الموبايل على الآيباد يعني إجهاد النفس والتوتر، طبعا بها البلوراي هذه هم يأثر على الجلد، فهذه ناحية السهر والتعب، القلق الزايد قلق الشغل هم يأثر على يعني على الجلد، خاصة قلق الشغل وخاصة بالنسوان. نعم. اللي مثلا عندهم ستريس أكثر من الحد الطبيعي، يعني نشوف راح يطلع لهم حبوب حتى بعمر مثلا ورا 30 ورا 35، يعني يطلع لهم حبوب هي بالأصل ما المفروض يطلع، فيعني بسبب الستريس والضغط النفسي هذه يطلع. وبعد أكو طبعا المؤثرات الخارجية، الشمس قلنا عليه حكينا عليه، وزائدا تلوث البيئة عموما هذه هم يأثر، البوليوشن كل شيء يأثر على الجلد. نعم. فلازم احنا ندير بالنا يعني قبل ما نطلع، خاصة يعني إذا المكان كلش متلوث نخلي مرطبات نوعيات زينة، نوعيات إنه يصير مثل بارير مثل حاجز على الجلد ضد المؤثرات الخارجية ضد البوليوشن. نعم. ولازم نستعمل مثلا اكو بعض المرات الصبح نستعمل الفيتامين سي، يعني اكو اراء نستعمل الفيتامين سي للبشره زينه بالليل والصبح. نعم. يعني هسه الدارج واللي وصلوا له يكون افضل انه نستعمل الصبح، ليش؟ لان هذه الفيتامين سي راح يقلل من تاثير الفري راديكلز، الفري راديكلز يعني خلينا نقول لما يتعرض الانسان للبوليوشن للتلوث فيصير تفاعلات هناك، فهذه يصير مثل انتي اوكسيدنت، يعني مواد ضد الاكسده الفيتامين سي والفيتامين اي، فيفيدنا قبل ما نتعرض. نعم. قبل ما نطلع برا يعني. ولازم لما نكون برا ما نلعب هواية بوجهنا مثلا، يعني هي يعني دكتور اذا رح نطلع لبرا، طيب بس السيدات القاعدين بالمنزل شو هي الطرق البسيطه اللي بتنصحهم فيها انه يحافظوا فيها على جمال بشرتهم؟ طبعا هو الكريمات الليليه، الكريمات الصبح والكريمات المرطبه عموما،
شو رايك بالماسكات الطبيعيه؟ طيب الماسكات هم يصير، ماسكات هم يصير، ويصير نستعمل مثلا مواد مقشره، كريمات مقشره يسوي لنا تقشير للجلد مره مرتين بالاسبوع، زائدا الكريمات الليليه اللي قلنا عليه حسب نوعيه الجلد طبعا. مثلا اذا الجلد جاف احنا نقدر ننطي المركبات، المواد اللي بيها الهايلورونيك اسيد اللي بيها الكولاجين مثلا. إذا الجلد يابس، إذا الجلد دهني آسف، نقدر الريتينول مثلا، المواد اللي بيها ريتينول. فحسب نوعية الجلد. على العموم المرطبات ضرورية، كريمات الليل وكريمات الصبح، وزائدا الشغلات اللي قلنا عليها. طيب دكتور، أنت ذكرت عن الفيتامينات البي وأيضا الدي 3. كتار من خلينا نحكي شوي عن العادات والتقاليد قبل ما ننتقل للطب. كتار بيقولوا اطلعي على الشمس حتى تسحبي الفيتامين دي، وكتار كمان بيقولوا كلي الفواكه المعينة أيضا فيها فيتامين دي، ولكن رغم هيك كمان فيه نقص للجسم الإنسان. شو يلي على طول بتنصحوا للمرضى لحتى يتناولوا الفيتامين دي بطريقة صحيحة؟ في منهم بيتناولوا فيتامين دي بدون استشارة الطبيب، وهذا كمان له تأثيرات جانبية. يا ريت لو تحكي عنا هدول الفيتامينين الكتير مهم بجسم الإنسان. صحيح، هي الفيتامين دي احنا بدنا نشوف يعني صراحة نلاحظ يعني لما ندز الفحوصات خاصة بالنسبة لتساقط الشعر. ففيتامين دي بأغلب الحالات يكون قليل، والسبب الرئيسي هو احنا قلنا ما نتعرض للشمس، بس السبب الرئيسي هو عدم التعرض للشمس بالشكل المناسب والشكل الضروري. زين فيوميا على الأقل 15 دقيقة تعرض للشمس، قلنا الشمس مو كلش قوي، ضروري يكون بين الستة والسبعة برأيك. بالضبط، أحد وظائف الجلد هو إنتاج الفيتامين دي، فضروري يعني نتعرض للشمس. النقطة الثانية طبعا اكو سبلمنتس يعني نقدر ناخذها يعني حسب النقص، حسب هذه الجرعات تختلف. والنقطة الثالثة حتى اكو بعض المرات يعني امراض داخلية، هذه يصير اختصاص احنا ندزها مثلا اذا شكينا به احنا ندزها يم طبيب الباطنية، طبيب الغدد مثلا. فاكو بعض المرات مشاكل بالهرمونات يسوي لنا نقص بالفيتامين دي، يعني عندنا اسباب للنقص يعني مو سبب واحد. نعم. طيب دكتور، عم نسمع كثير يعني بنشوف في ترويج للكريمات بيقولوا انه هي بتحد من اثار الشيخوخة، بتقلل منه وبتخفي التجاعيد بشكل فوري، هل صحيح في هيك شيء؟ ايه والله مع الاسف بالطب ماكو شيء فوري يعني. نعم. يعني اذا كان موجود هذه احنا كل شهواي كنا نستفاد منه ونجيبه للعياده ونعطيه للمراجعين يعني. بس شيء يعني اكيد خاصه اذا طلعت التجاعيد ما عندنا شيء يوخر التجاعيد يعني. هذه خلي يكون كمعلومه ثابته لدى الناس، يعني لما يظهر التجاعيد اقصد التجاعيد الواضحه الاطراف العين بين الحاجبين، وتجاعيد الجبهه للقصه، حتى تجاعيد الوجه، تجاعيد الرقبة والإيد. نعم. هذه كلها لما يطلع ماكو كريم يوخر هذه التجاعيد. لازم إحنا نروح على غير شغلات، التدخلات التجميلية خلينا نقول، مثل البوتوكس والفيلر. بالضبط، بوتوكس أفضل شيء للتجاعيد طبعا، الميزوات، ميزوفيلر والبلازما، يعني عندنا شغلات الليزرات مثلا. طب بأي عمر بتنصح ببداية البوتوكس دكتور؟ بما انه عم تحكي انه البوتوكس افضل شيء للتجاعيد. صحيح. هلا عم نشوف اكيد في صبايا صغار بالعمر لسه ما عندهم تجاعيد وفورا عم بيلجأوا للبوتوكس والفيلر. صحيح. من اي عمر بتنصح انه السيده تبلش انه تعمل تحقن ابر يعني بوتوكس؟ سؤال كلش زين صراحه، لان احنا بدنا نشوف هواي يجون للعياده وما عندها اي شيء يعني. نعم. شابه خلينا نقول بعمر 17 سنه 18 سنه 20 سنه بعد ما طالعت لها اي شيء وتريد بوتوكس، صراحه انا ما اسوي لهم، لان ليش اسوي لهم؟ هي البوتوكس هي لازاله التجاعيد. تمام. اكثر شيء تجاعيد القسم العلوي للوجه يعني. نستعمل له بوتوكس، فاذا ما طالع التجاعيد ليش نسوي؟ طبعا البوتوكس يشتغل على العضلات، يرخي العضلات زين، فينفتح التجاعيد، والمده مالته 4 أشهر إلى 6 أشهر، وبين فتره وفتره لازم نسوي. بس طبعا اذا ما عنده اي شيء مو ضروري احنا. نعم. نقدر نقول لها راح نعطيك كريمات يعني راح يساعد انه خلينا نقول يبطئ ظهور التجاعيد، لو يقلل التجاعيد الدقيقه الخفيفه اللي عندك. بس طبعا اكيد ما نسوي لها البوتوكس، مو ضروري. بالضبط. طيب دكتور، حلو النصيحه اللي انتم عم تعطوها لمرضى، ولكن انتم كنتوا عم تحكوا، زميلتك كانت عم تحكي عن مساله الشيخوخه. في شيء ببالي صراحه صارت الدارجه خاصه عند عارضات الازياء، هنا نحكي عنهم بالبدايه. في سيروم بيستخدموه ولا ضد الشيخوخه بالجسم، يعني من العمر العشرينيات بيستخدموا هذا السيروم. برايك هل هذا السيروم
صحيح النتيجه بيعطي للبنات او الصبايا او حتى صحيح. الشباب 90% او هو بس اسم فقط؟ صحيح، لا طبعا اكيد ضروري الكريمات الانتي ايجينج احنا نقولها، يعني ضد التقدم العمر، ضد الشيخوخه، فهذه الكريمات ضروريه انه الانسان يستخدمها حتى قبل ما يصير بالتجاعيد وحتى يتلافى ظهور علامات تقدم البسنة او على الاقل ياخره، يعني لان احنا نعرف الانسان اكيد يكبر بالعمر راح يصير به تغيرات، يصير ترهل بالجلد، بس الكريمات هذه اللي قلتي عليها راح يساعد. الكريمات عموما اللي بغض النظر عن الكريم، ولكن هلا في كمان سيروم بحطوها مثل ما بعرف شو بيسموه انتم بمهنتكم، كمان هذا الشيء ثاني يعني صحيح. صارت درجه اكثر صحيح. هي سيروم، اكو عندنا سيروم، اكو عندنا كريمات، مثلا اكو عندنا مثل فلوت، مثل سائل، فكل المهم المحتوى زين. السيروم طبعا سهل الاستعمال خاصه للوجه، فالسيروم هسه اكثر يمكن نستعمله، بس عموما السيرامات اللي بيها مواد الفيتامين سي هسه يعني دراسات كلش هوايه تحكي على الفيتامين سي كمجدد للجلد، يعني احنا نقول اعاده الشباب للبشره يعني يشتغل عليه. اللي بيها الريتينول اللي حكينا عليه هم يفيدنا انه يحافظ على بشرتنا، وزائدا التقشير اللي قلنا عليه بين فتره وفتره نسويه راح يفيد. فالسيرامات هذه ضروريه انه يحمي الجلد من الشيخوخه المبكره خلينا نقول، بس اذا صارت الشيخوخه لازم يعني دكتور خلينا نحكي شوي كمان عن العناية بفروة الرأس يعني لمنع تساقط الشعر، شو هي أبرز النصائح اللي بتنصحنا فيها؟ تمام، هي حسب نجي على حسب نوعية الجلد، حسب نوعية الشعر، حسب الحالة زين. فاللي ما عندهم شيء مثلا نكتب لهم شامبوات مثلا يلائم طبيعة الجلد، الجلد الدهني يفرق الجلد لو الشعر الدهني ويا شعر الجاف طبعا طبيعتها تختلف، استعمال المكيفات مثلا، هم نجي على موضوع الاكل، الاعتماد على الفواكه، الخضروات مثلا، البروتينات لان الشعر هي بروتين، فالاعتماد على البروتينات خاصه الاكل الصحي، اكل السمك مثلا، اللحم الاحمر مثلا بعض يعني مرتين ثلاث مرات بالاسبوع، فكل هذا يفيد الشعر بشكل عام. واذا يعني نشوف اي مشكله بالراس ولو فروه الراس تشعر باي شيء، فقدان موضعي مثلا للشعر، لو ظهور مثلا مثل حب الشباب بالراس، مثل التهابات بعض المرات حتى بالصغار بالاطفال الفطريات، هذه راح ياثر على الجلد، فلازم نشوفها بشكل اسرع يعني. طيب دكتور خلينا نحكي شوي عن الاكزيما، أكيد أنت واجهت كثير من الشباب والصبايا اللي بيجوا لعندك في عندهم أكزيما، وخاصة اللي عندهم حساسية بالبشرة مثل ما احنا ذكرنا، ولكن في بعض الدكاترة بيقولوا ما لها علاج، وفي منهم كمان بيقولوا إنه في إلى نوعية أكزيما 1500 نوعية يعني صحيح. في منه صدفية، في منه بيتهيج على الحساسية، في منه ما له تفسير بهذا الموضوع ولكن حتى بعض الشغلات أنا يمكن طولت عليك شوي، يمكن في بعض الأكزيما كمان بتصير كألم وتشققات كبيرة، شو هي العلاج المفضل او العلاج المنيح للاكزيما؟ اوكي، اول مره بس خلينا نشوف الاكزيما تعريف بسيط حتى الناس يعرفون شنو الاكزيما. الاكزيما عباره عن احمرار الجلد زين، جفاف الجلد، ويصير به تشققات، وزائدا يصير به حكه، فهذه العلامات الاربعه خلينا نقول للاكزيما. الاكزيما مثل ما قلتي اكو عندنا انواع من الاكزيما، والعامل الوراثي بعض المرات خاصة بعض الأنواع يلعب دور، وزائدا العامل الخارجي بها دور، بس عموما اللي بشر اللي جلدهم جلد جاف اللي جلدهم معرضين أكثر للإكزيما. الإكزيما مثل ما قلتي يعني ما نقدر نقول يروح من الجسم ويا العلاج، لأن هو طبيعة جلده جلد جاف مثلا جلد يابس فمتعرض للإكزيما، بس احنا نقدر ننطي خلينا نقول توصيات للجلد الجاف حتى ما يروح لحالة الإكزيما. فإذا جلده جاف احنا نقول له لازم مو كلش هواية يغسل يعني، وما يظل هواية بالحمام مثلا، المي الكلش حار مو زين، الليفة مو زينة ما يليف الجلد، وزائدا استعمال المرطبات بشكل يومي كل هذا الشيء وكم مرة باليوم، وصابونه خاصه للجلد الجاف يعني. فهذه التوصيات عموما، طبعا بين فتره وفتره اكو احتمال انه ترجع، حتى القلق والحاله النفسيه هم ياثر على الاكزيما. نعم. طب دكتور خلينا نحكي عن احدث التقنيات لفينا نقول تقشير البشره وتحفيز انتاج الكولاجين. تمام، هو يعني عندنا صراحه الليزر، الاجهزه
وصاير بتقدم كلش ملحوظ بالأجهزة. يعني الحمد لله احنا محظوظين انه عايشين بهالزمان حلو. اللي خلينا نقول الموضة العامة يعني العالمية، يعني اكو اهتمام كلش هواية بالجلد وجمال الجلد خلينا نقول وبتنشيط الجلد. فعندنا الأجهزة الليزرات وعندنا الحقن، يعني الحقن اللي قلنا عليه البوتوكس والفيلر والبي آر بي الميزوثيرابي الميزوفيلر، يعني عندنا الشغلات تقشير الكيميائي مثلا. نعم. وبالنسبة للليزر مثل ما قالت إنه نقدر نسوي شغلات إنه نجدد الجلد، فواحد من الليزرات القوية اللي نعتمد عليه صراحة هواية بالعيادات، وهسه العيادات الجلدية لازم ما تخلو من الليزر، لازم على الأقل 3-4 أنواع ليزر موجودة كبداية هذه، زين، وبعدين يعني نقدر نجيب غير شغلات همينة. بس قصدي كليزر أكو ليزر السي أو 2 اللي هسه مو كلش زين وقته، مو كلش ملائم، ليزر السي أو 2 ثاني أكسيد الكربون، هذه يجدد الجلد بشكل كلش زين. عندنا الليزر الاندياك مثلا هم يجدد الجلد، وعندنا المايكرو نيدل آر إف مثلا الراديو فريكونسي هم يعني يجدد الجلد، فيفيدنا للتقشير اللي قلتي عليه. دكتور بدي أسألك عن موضوع يعني جدا مهم وأكيد هندرين بتشاركيني الرأي. هلا نحن بفصل الصيف وبتنتشر أكثر كثير العديد من الحشرات والبعوض وأكيد بتكثر اللدعات، شو هي طرق الوقاية بالصيف لحماية الجلد؟ وبدي أسألك خصوصا منروح على الصيدليات صاروا عم بيقولوا إنه خذوا هذا البخاخ ممكن إنه تبخوا في الجسم مشان ما تجي الحشرات، هل بتنصح بهذا الشيء؟ هل هو شيء سليم؟ شيء سليم هذه طارد الحشرات خلينا نقول، فهذه نقطة ضرورية ومهمة مثلا، يعني إذا بالبيت موجود الحشرات مفروض تتعالج، يعني مفروض النظافة أكثر مثلا للبيت. إذا يصير بي مثلا خلينا نقول لدغة حشرة وهيجي، الطبيب الأخصائي الأفضل يشوفه، لأن عندنا أنواع بعض المرات يسوي لنا حساسية قوية، فالأفضل أن الطبيب يشوفه. بس عموما هذه البخاخات يعني ما لها أضرار. لا ما طيب لا. نعم حلو كتير الموضوع اللي نحن نحكي فيه، أكيد كل النساء والصبايا بحبوا يهتموا بهذا الموضوع، لكن في موضوع أكيد أنت لك فكرة كتير كبيرة عليها وخاصة كتير من الصبايا كمان بيلتجوا لهذا الشيء. صراحة في منهم بيلتجوا للسيليكون، وفي منهم ينتجوا لبوتوكس تكون مؤقتة، وفي منهم لست شهور. أي شيء أنتوا بتنصحوا عليه لحتى الواحد ما يتهور بهالطريقة؟ يعني هي تعتمد على نوعية الحالة، مثل ما قلنا إذا القضية قضية تجاعيد أفضل شيء البوتوكس، يعني هذه خاصة قلنا تجاعيد المنطقة العلوية. إذا بعض المرات نريد نملي منطقة نعبيه خلينا نقول، فنستعمل الفيلر مثلا، الخطوط الضاحكة هالمناطق الفيلر أحسن شيء، لأن الفيلر المادة الأساسية اللي بيه هو هايلورونيك أسيد، وهو مادة الموجودة بالأساس بالجلد، فلما نحقنه الجسم ما يتحسس إلى عموما، يعني ما يكون عندنا مشكلة كبيرة بالفيلر. فالخط اللي الخطوط الضاحكة خلينا نقول نقدر، والشفة بعض المرات يريدين يكبرون شوية الشفة لو يصير أجمل مثلا، نقدر نخلي الفيلر على الوجنات مثلا السحب الجلد يصير، يعني فنقدر نستعمل الفيلر مثلا. وبعض المرات نقدر نستعمل الميزوفيلر اكو، يعني مادة الهايلورونيك اللي حكينا عليه بنسبة اخف، وزائدا مجموعة فيتامينات نقدر نحقنها بالجلد. لما نحقنها طبعا نحقنها بالطبقة الثانية للجلد، اللي الطبقة هذه نريد نقويه، نريد نحفزه انه ينتج الكولاجين، فنحقنها هناك. وطبعا عندنا البي ار بي هسه نسويه بشكل كلش، هذه البلازما الدم، فهذه كلها يفيدنا، يعني للي يريدون يعني ينطون نظاره للبشره مثلا، للي يريدون يسحبون الجلد مثلا بالفيلر. نعم. فنقدر شغلات هاي بالنسبه للوجه دكتور. طيب وبالنسبه للسيدات اللي صار عندهم هوس باجراء عمليات نحت الجسم، شو رأيك بهي العمليات؟ طبعا نحت الجسم صراحة مو عايد لي، هذه أطباء الجراحة التجميلة يسوون. نعم. يعني إجراء يسوون يعني، هم أكثر من الحد الطبيعي، يعني مو أكثر من الحد الطبيعي، يعني إذا الإنسان يقدر بالرياضة يحافظ على رشاقته، يقدر باللايف ستايل اللي قلنا عليه يحافظ على رشاقته ويحافظ على جسمه، طبعا أفضل هواية من العمليات. بس أكو حالات يحتاجون عمليات ويسوون. نعم. طب حكينا شوي عن إجراءات الوقاية اللي بتنصح فيها السيدات، خلينا نحكي شو بتنصح كمان الرجال بإجراءات وقائية ليحافظوا على جمال بشرتهم وصحة جلدهم. صحيح. بالنسبة للجلد طبعا لما الإنسان يكون لما نكون صغار، يعني الأطفال عموما
الولاد والبنات تقريبا جلدهم جلد مثل بعض، يعني طبيعة الجلد نوعية الجلد. بس بعدين خلال فترة المراهقة راح يصير تغيرات، الهرمونات تختلف زين، فيصير تغيرات بالجلد بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة. بالنسبة للرياجيل عموما الجلد مالهم 25% أثخن من جلد النساء زين، فراح ينطي هذه شوية جلد أقوى زين. نسبة الترهل مالته يمكن يتأخر أكثر زين. وخلينا نقول بالنسبة للنسوان راح يصير الجلد خلينا نقول معرض أكثر للمشاكل، يمكن لأن الجلد مو كلش متماسك مثل ما قلنا. ف يعني نعتمد على هالنقطة. زائدا نسبة إنتاج المادة الدهنية، الغدة الدهنية الموجودة بالجلد، نسبة إنتاجها بالرياجيل أكثر. فراح يكون السكين كير مالتهم العناية بالبشرة تختلف. فنستعمل لهم أكثر شيء خاصة اللي عندهم مسامات راح يتوسع بالرياجيل، فنستخدم المواد اللي بيها الريتين مثلا، الريتينالديهايد اللي بيها هذه المواد، فحتى العناية بالبشرة تفرق بذاك الوقت. والرياجيل طبعا يزينون لو يحلقون اللحية والهذي، فهذه هم إلى تأثير يعني بعض المرات يسوي لنا مشاكل، يسوي لنا تحسس، يسوي لنا حبوب. نعم أكيد دكتور، لازم تتعالج. أكيد دكتور. فالسكين كير تختلف بالنسبة للرجل والمرأة. نعم. هو عندنا كمان وقت محدد صراحة، صارت وقت كمان عم يداهمنا، ولكن المعلومات اللي أنت اليوم عطتنا إياها كتير مهمة بالنسبة للمشاهدين وأيضا للبنات. دكتور سنجر جلال عثمان، شكرا جزيلا لك اليوم بمشاركتك معنا في نسمات زاجروس، وإن شاء الله أيضا المشاهدين كنوا استمتعوا. شكرا تواجدك معنا دكتور، معلوماتك المفيدة والقيمة. شكرا جزيلا.